ولهذا يخاطب الإمام الصادق يقول له: لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الإمام الحسين يقول: أنا عبرت كل مؤمن ومؤمنة، خلي أشوف نفسي مؤمن فعلا أنا حينما يذكر مصاب سيد الشهداء شلون وضعي. أنا عبرت كل مؤمن ومؤمنة، ما ذكرني مؤمن إلا واستعبر، إلا واستعبر. بعض الروايات غريبة تقرأ في هذا المجال، يعني هالمصيبة قاعد يمهد إلها رسول الله منذ نعومة أظفار الحسين، منذ نعومة أظفار الحسن. غريبة رواية رأيت: دخل الحسن على أمه ذات يوم، بعد صغير الإمام الحسن، ودخل الحسين من بعده باكيا، قال أمه، تقول له: لماذا تبكي بني حسين؟ قال: أبكاني جدي هذا اليوم. رسول الله أبكاك؟ قال: بلى أمه، ماذا صنع؟ قال: قبل أخي في فمه وقبلني في نحري. ليش؟ انتظرت حتى جاء رسول الله، دخل عليها، قالت: أبا يا رسول الله، ترى الحسين قلبه منكسر اليوم، لماذا؟ قال: لأنك قبلت الحسن في فمه وقبلت الحسين في نحره، ليش ما سويت بينهم؟ قال: بني فاطمة، أنا قبلت الحسن في فمه لأنه سوف يخرج من الدنيا مسموما، وقبلت هذا في نحره لأنه سوف يخرج من الدنيا مذبوحا. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ وهذه رسالة، ترى احنا اذا نتوجه الى زيارة المولى، ترى هذه الرسالة الذي يوجهها لنا كل مؤمن وكل غيور، يبلغنا رسالة. شنو الرسالة؟ قل له: يا زاير ضريح حسين، مني بلغ رسالة من توقف على قبره ودمع العين هماله. شو تقول له؟ صدق يا ابن النبي، صدر أكداس الشموع، يقول له: جينا ننشدك يا غريب الدار يا حسين، من غسلاك من كفناك يا قرة العين، يا حسين ياه الجاب كافورك وسدرك، ومن فصلك فانك وياه الحفر قبرك، بالماي غسلك صار لو من فيض نحرك، ويا هول صلى على الجنازة من المسلمين، ويا الجسد راسك تلحد لو بلا راس، مدفون جسمك بالثرى يا سيد الناس، وجفوفك اللي قطعوها قوم لرجاس، ويا الجسد لو لحدوها بغير تكفين، وطفلك الغالي الهبرة وبالسهم نحرة، جسمه تلحد لو بقى بحرة الغبرة، وكان اندفن هذا المدلل وين قبره؟ جاوب لسان الحال عنا يا محبين، وإن كان عن غسلي شيعة تنشدوني،
بدموم صدري وفيض نحري غسلوني وبالأعوجية بن مي قلبوني وكل ما ترض جانب يقلبوني الملاعي. الله ما حال أخته، هذا حالك أنت الموالي حينما تأتي إلى زيارة قبر الحسين، ما حال أخته زينب حينما نظرت إلى تلك القبور، اندفعت بالبكاء ونادت قبر الشهيد ابن أمي، بانت لنا أنوار قبر عسى يا الوالي ما تنقطع زواره. كانت تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر، انتهت من زيارة القبور جاءت إلى قبر العباس تقل على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. هذه شكواها إلى الكفيل، تقل جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا، وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون، لكن راس حسين سمحوا لي تراه مكسرة. إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار،